يا صباح الخير وسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في ألف طريقة وطريقة للتعبير عن الحب، مش فقط كلمة بحبك، لا، في طرق كتيرة جدا ممكن يعبر بيها الطرف الآخر عن حبه ومدى اشتياقه ليه، وتفاصيل كتيرة قوي بين المتزوجين. في بعض الناس ما بتعرفش تقول كلمة أنا بحبك، أو ما بتعرفش تتكلم كلام حلو. كل واحد، كل طرف من في العلاقة الزوجية بيكون ليه طريقة للتعبير عن الحب. في اللي بيعبر بالكلمة، في اللي بيعبر مثلا نيته عن السفر مثلا مع مراته في الأجازة، عن نيته عن الخروج معاها في الأجازة مثلا في الويك اند او في الأجازة اللي هي في آخر السنة. كل واحد ليه طريقة في التعبير. في ناس بتعبر بالكلام، وفي ناس بتعبر بالأفعال. هل في مشكلة؟ بكل تأكيد ما فيش مشكلة، لكن الطريقة اللي بيعبر بيها الطرف الآخر لازم تكون مناسبة للطرف التاني. يعني لو انا مثلا متعود ان انا كلمة انا بحبك، مع ان انا شايف ان كلمة انا بحبك دي بتتقال في الاول خالص، يعني في الاول في البدايه، عارفه انت في المراحل الاولى انا بحبك، اعتقد ان هي بعد كده بقى ومع الدنيا معلش كده اللي هي في الاول خالص، يعني قولها تاني كده، قولها كده معلش تاني بالطريقه في المراحل الاولى، لكن مع الوقت بقى خلاص، يعني اعتقد ان الكلمه بحد ذاتها بتفقد رونقها، بتفقد تاثيرها. ده في تصوري، ما اعرفش، ممكن اكون خاطئ. يعني على كل سؤال حلقتنا بقول اخر مره قلت لمراتك انا بحبك كانت امتى؟ ولا انت من الناس اللي متعود بتعبر عن حبك بالافعال؟ اي طريقه تناسبك يا جمان؟ لا، الاثنين بصراحه مطلوبين، يعني طبعا. يعني بص، في افعال واقوال الاثنين. لا بص، في طريقه كده وانت بتقول في الاول انا بحبك، يعني عشان بس تبقي عارفه مبدئيا كده خلاص هو انا بحبك. يعني لا مش دي، في بيبقى فيها كده ليه، يعني لازم تبقى طالعه باحساس للي قدامك عشان هو كمان يستوعبها، يحس بيها ويستقبلها عامه. يعني لان هي في كام حاجه كده ما ينفعش يتقالوا كده، يعني ولازم يبقوا عزاز جدا وغاليين جدا وهم خارجين، لانهم بالفعل كلمات مهمه جدا، ولما بتوصل لقدامك لازم تبقى يعني لا عزيزه، مش كل شويه ومش لاي حد كده طول ما انت ماشي الكلمه دي تتقال. انا بالنسبه لي لا، يعني لازم، يعني اصل كلمه حتى مش بين بس زوجين يا شاذلي، في المطلق ما بين اي اتنين، صحاب، اخوات، بين حد ووالدته، حد وباباه، لا يعني لازم عشان اقول انا بحبك لازم يكون في يعني تصرف يدل على هذا الحب. التصرف لوحده مش كفايه، وفي نفس الوقت الكلمه لوحدها كمان مش كفايه. يمكن انا هقول لك مثلا انا مشكله عندي يا شاذلي، بعيدا عن موضوعي هخرج بره السؤال سنه لانه مش عارفه اساعدك في الموضوع ده، بس هخرج بره السؤال سنه. انا كانت عندي مشكله ان انا اعبر بالكلام عامه عن مشاعري انا، يعني ممكن اكون مثلا بحب حد جدا وما اعرفش اقولها، او اكون حتى متضايقه جدا وما اعرفش اقول، بس تصرفاتي بتبان. بس مع الوقت عرفت انه ده مش صح، وعرفت انه مهم جدا ان احنا نقول للي قدامنا ان احنا بنحبهم، مهم جدا نقول لهم مدى غلاوتهم عندنا ايه، نعرفهم مدى اهميتهم في حياتنا ايه، مهم طبعا جدا جدا كمان ان احنا نعمل تصرفات او يبقى في حاجات في افعالنا تدل على هذا الحب، لكن كمان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين نقوله. في نقطه كمان تانية يا شاذلي، معظم الرجاله للاسف احنا في مجتمعاتنا الشرقيه كمان عندها مشكله فيها، ان الراجل ما ينفعش يروح يقول لمراته انا بحبك، الراجل ما ينفعش يعتذر، الراجل ما ينفعش يعيط، الراجل ما ينفعش يعبر عن مشاعره اصلا بالكلام، ولو عمل كده لا يبقى يعني بالنسبه لنا بتبقى حاجه غريبه. لا على فكره بالعكس خالص تماما، الراجل لما يتكلم بشكل لطيف ويعبر عن مشاعره بشكل لطيف وبشكل معتدل، بالعكس دي ممكن تكون من احلى الحاجات اللي في الدنيا على فكره. صحيح، بس ما يبقاش ماشي يدلدق مشاعر زي ما انا بص بقى عملت قلت معتدل بشكل معتدل. ومهم برضو بقى بجد هياخدنا النقطه ان انت تبقى مدرك للحاجات اللي فيك بتضايق اللي قدامك، يعني لما حد يقول لك على حاجه انا ده بيضايقني، او انا محتاج كذا، او انا محتاج اسمع كذا، ما ينفعش اقول والله هو انا كده، اصل انا بعبر بالكلام، انا ده وجهه نظري بما اني الطرف الاخر من القصه، يعني مش لطيف انه والله هو انا كده بس هعبر بقى بافعال، لا هو ده مش لطيف. لطيف بالنسبه لمين؟ لطيف بالنسبه لك؟
طب حب نفسك بقى يعني لو لطيف بالنسبه لك حب نفسك لوحدك بقى، لكن طول ما انت معاك طرف اخر لازم تراعي مشاعر واحتياجات واهتمامات الطرف الاخر. والطريقه كمان اللي هو بيحب طبعاً ان انت تعبر بيها عن حبك. من الحاجات كمان المهمه في التعبير عن الحب للزوجات القرب جنبهم باستمرار، تتكلم معاهم اليوم كان ماشي ازاي، تفاصيل صغيره كده على فكره لكن هي بتفرق. يعني لو رجعت من الشغل وسالتها الدنيا كانت ماشيه ازاي، اليوم كان عامل ازاي، او هي رجعت من الشغل وقعدت دردشت معاها شويه، الحاجات دي ليها تاثير كبير جدا بخلاف الهدايا مثلا. وهنا في موضوع الهدايا انا يمكن من الناس اللي دايما بشوف ان المغالاه قوي في الهدايا ما بتعبرش عن حب صادق، ممكن اكون غلط على فكره بس ده من جوايا، المغالاه قوي في الهديه ان انا اروح اجيب هديه كبيره قوي ما بحسش ان الحب ده حب صادق، احس ان هو مثلا حب يعني او استلطاف اعجاب ايا كان يعني، لكن مش حب صادق. ممكن تعبر بحاجه بسيطه جدا يعني المورنينج تكست اللي بنقول عليه الرساله الصباحيه مثلا، تسيب لها رساله الصبح مثلا تكتب لها فيها كلمه حلوه بحبك بحبك، الكلام ده برضه بيفرق عنه بحبك كنت لازم تقول بحبك كنت راجع تقول بحبك، الحاجات دي كلها بتفرق. حاجات بسيطه جدا اللي هي تقدير يعني. يعني كنا لسه بنتكلم من كام يوم برضه انا وجمانة على المساعده في شغل البيت، مساعده الزوج لزوجته في شغل البيت ده بيؤكد ان هو فعلا بيحبها، اصل اكيد مش هيدخل عشان يخفف عنها وهو ما بيحبهاش. صح بس كلام منطقي. لا طبعا ده اكيد، بس موضوع بقى مش موضوع الهدايا ده زي واحده حسب يعني بص حسب مقدره الرجل. يعني احنا نحدد الهديه دي كبيره او مش كبيره دي حسب مقدره الرجل. لو حد مقتدر ما شاء الله وقادر يجيب هي ايا كانت الهديه وتناول ايده يقدر يعمل ده، لا هي مش هتفرق بقى كبيره صغيره حسب اللي يقدر عليه. لكن لو حد يمكن حالته الماديه بسيطه شويه، لسه اتنين صغيرين بيكونوا مستقبلهم لسه كل الكلام ده، اي حاجه بس تعبر عن الحب. يعني انا عندي مشكله مثلا يا شازي لما اقابل اتنين متجوزين بقالهم فتره مثلا ويبقى في مناسبه خاصه بيهم، يعني مش مثلا مش عيد ميلاد او حاجه بس مناسبه خاصه بيهم اللي هو مثلا عيد جواز حتى لو فالنتاينز داي ايا كان، يعني المناسبات البسيطه دي بتضايق جدا لما لا اصل احنا خلاص كبرنا بقى عدينا بالحاجات دي. ليه عدينا بالحاجات دي؟ لا طبعا هي ملهاش وقت، هي ملهاش وقت، وبرده في نفس الوقت مش لازم يكون الاحتفال بيها ان انا عامل حفله وبتاع طبعا بتبقى حاجه بسيطه ان انت فاكر الميعاد ده وان انا فاكره الميعاد ده وان طبعًا انت فاكر التاريخ ده وانا فاكره التاريخ ده عيد الجواز ده طبعا مين ينساه؟ طبعا اكيد طبعا. فهي بتبقى والله حاجات بسيطه قوي، احنا بنكبر المواضيع وبنخلي كده الحاجات معقدة مع إن هي أصلاً في حقيقة الأمر سهلة جداً بسيطة جداً، والغرض منها أصلاً تسهيل الحياة وإن الدنيا تكون لطيفة، فجأة بقت عقدة فجأة بقت مشكلة مع إن أصلاً الغرض منها إحنا عاملينها ليه؟ عاملينها عشان نتبسط، عاملينها عشان نعبر أصلاً بس عشان المغالاة جمانة اللي دايماً نشوفها من الناس بدأت تعلي على بعض دي. يعني ده حد بيحتفل وعامل معرفش مناسبه عيد جوازه ومش عارف محتفل فين، الجاي زميله فاكيد مش هبقى اقل منه او جاره او قريبه ايا كان يعني، فهيروح مكان اعلى، فده هيروح مكان اعلى، فصعبنا الدنيا قوي على نفسنا في النهايه. صحيح. لقينا نفسنا بندفع ارقام كبيره قوي في احتفالات ماهيش مستاهله، والتعبير عن الحب في هذه المناسبات بسيط جدا. صحيح. بس هو زي اللي بيطلق عليه البير بريشر، الضغط المجتمعي اللي طبعا ناتج بقى دلوقتي عن السوشيال ميديا، كل حد شايف بيشوف السوشيال ميديا بيشوف هنا احتفالات وهنا مش عارف هدايا ايه، فلا ازاي طبعا احنا كمان لازم يكون ده موجود. اصلا ثلاث ارباع الحاجات دي مش حقيقيه، معظم الحاجات دي اصلا بتكون هدايا او بتبقى بجد عشان تصوير الفيديو زي اعلان، انا مش بقول ان حد بيمثل او حد بيكذب، بتبقى زي اعلان بشكل او باخر، ما بتبقاش هي دي الحقيقه. ناس كتير جدا ما بتراعيش ظروف الطرف الاخر، في ستات كتير جدا ما بتراعيش ظروف شريك حياتها او كان جوزها او خطيبها، ما بتراعيش النقطه دي، ما بتبقاش عارفه انه شغال وانه تعبان وانه عايز يحوش فلوس بالمناسبه عشان يقدر يعمل لها برده ويحقق لها كل اللي نفسها فيه. والناحيه الثانيه في رجاله شايفه ان دي حاجات تافهه وان دي حاجات صغيره وملهاش لازمه واحنا ممكن نصرفها في حاجه ثانيه نستفيد بيها، لا ده صح ولا ده صح. دايما يعني يا شازي لو نيجي كده نركز هنقول كل حاجه في النص لطيفه صحيح جدا. صحيح الاعتدال مطلوب. بالظبط الاعتدال لطيف جدا، مش عيب ابدا ان حضرتك تقول لمراتك ان انت بتحبها، مش عيب ابدا ان انت تعتذر لها، وانت كمان مش عيب ان انت تعبري لشريك حياتك ان انت بتحبيه او تعتذري له او بالعكس، دي كلمه بسيطه جدا هتسهل الامور علينا في حاجات كتير جدا. حلوة قوي. كلمه بسيطه دي حاجه مهمه جدا، وانا عايز كل الرجاله في التعليقات يتفقوا معايا ان احنا رجال اقوال وليس أفعال. إحنا بنقول كلمة بحبك أحلى من مليون هدية.